هايتي ولا هايتي؟ ما سألتش نفسك علاش اسمها شعرة هايتي؟ التسمية هذه لها علاقة بفصل مهم من فصول قصة استقلال ليبيا. هايتي أو هايتي دولة من دول البحر الكاريبي، كان لمندوبها في الأمم المتحدة دور خطير في إسقاط مشروع الوصاية على ليبيا. كان المشروع هو وضع ليبيا تحت وصاية ثلاثة دول، بريطانيا في الشرق وإيطاليا في الغرب وفرنسا في الجنوب لمدة 10 سنين. قبل التصويت عرف الوفد الليبي إن صوت واحد بإمكانه يمنع وصول النصاب للثلثين، وفكروا في إقناع مندوب هايتي وقام بالمهمة الدكتور علي العنازي. في لحظة فاجأ إيميل سالو الجميع بتصويته ضد المشروع، وكان هذا الأمر مخالف لاتجاه وسياسة دولته. لهذا الشيء سمي الشارع باسم هايتي تقديراً لسالو اللي حيسمى عليه أيضاً ميدان في طرابلس وشارع في بنغازي.